زيد زيد اي نعم انا صعب كل يوم يا زيد تتصل وتاتيني بشبهات، فهذا بيعكر البث لان انا بيكون عندي موضوع معين، فكل يوم يا زيد الى متى هنظل كده؟ الى متى؟ الى متى تجعل قلبك سله للقذورات يا زيد؟ انت ما شاء الله شاب عاقل وانا بفرح بيك، فلا كل يوم لابد اتي بثلاث اربع شبهات، هذا ليس حل. لو احد غيري يا زيد لن يرد عليك نهائي، لكني لاني اريد لك الخير برد على شبهاتك، بس ده بيغير موضوع البث وبرجع اوقف الموضوع اللي انا بتكلم فيه. اجل ذلك يا زيد انا اريدك بقى ان تتمسك بالقران يا ولدي، وان تبتعد عن الشبهات، بارك الله فيك، ابتعد عن الشبهات لانها تقص القلب. انا اتمنى لو كل يوم تتعلم، لو كل يوم يا زيد تتعلم ايه من القران الكريم خيرا لك والله من ان تاتي بشبهه كل يوم. أنا ما جاي شبهات هالمرة، جاي أريد يعني أتبرأ من هواية أشخاص بالديانة بالطائفة الشيعية، منهم هم العلويين وأتباع أمير القرشي. ما شاء الله عليك يا زيد، هنيئا لك. متى تسنن بقى يا زيد؟ يا زيد بصراحة أنا أكثر من مرة اتصلت عليك، يمكن تقريبا حوالي 5 مرات، على الشيخ وليد إسماعيل أيضا اتصلت أكثر من مرة، تقريبا شبه 90% أنا مقتنع. ما شاء الله، هنيئا لك يا زيد، أسأل أن يحفظك. وأنا ما قلت لك كده، شوف كل يوم كنت باخد شبهاتك وأرد عليك إزاي، مع إن المفروض أنا لا أغير موضوع البث، لكن كنت باخد شبهاتك وأرد عليها علشان أنا عارف إنك شاب عاقل يا زيد. أسأل أن يوفقك يا زيد. يعني خلاص النهاردة بقى 98% يا زيد، يعني أعدك من المهتدين يا زيد. إن شاء الله. ما شاء الله، هنيئا لك يا زيد. طيب يا حبيبي تواصل معي بعد البث إن شاء الله حتى أرسل لك الوضوء والصلاة ونبدأ نتعلم القرآن أفضل يا زيد. أسأل الله أن يوفقك يا حبيبي. شكرا لك، مع السلامة. الله أكبر ولله الحمد. وها هو زيد أخيرا ما بقاش يجيب شبهات، واهتدى زيد بفضل الله تبارك وتعالى.